وبعدين احط السماعه. قولها لي فوق. احنا بقالنا اسبوع بنقول بس واجب برضه نرد. سيب اللي يرن يرن. طب مش جايز تكون ماما؟ ماما؟ اه ممكن. الو؟ اهلا يا ابراهيم افندي. الله يبارك فيك. ايوه موجود. الو؟ ايوه ابراهيم افندي. ازاي؟ الحمد لله يا بيه، كله تمام. المكتب عال وكلنا بندعي لك بدوام الصحة. ربنا يقويك يا أحمد بيه، ربنا يقويك. أيوة بس أنا وقعت زبون سقع وبرشمته في مقدم الأتعاب. بكرة يا فندم القضية في المحكمة الكلية دايرة 11. لا اطمن، بكرة من بدري هكون في المحكمة. مع السلامة. يا سلام على ابراهيم افندي، جدع بشكل. أحسن واحد يشكل الزبون ويجيب رزقه. ده إيه بقى الشغل بتاع بكرة ده بقى؟ واحنا حبيبتي مش متفقين نقضي أسبوع عسل وبعد كده نبتدي الشغل؟ أرجوك بسرعة يا حبيبي. لا، لسه فاضل الليلين. معقول؟ ده أنا ما كنتش واخدة بالي. طيب ما دام خدت بالك ما تيجي جنبي بقى. غريبة إننا متجوزين بقالنا أسبوع ولسه بنتكسف من بعض. هو دايما أولاد العائلات الكبيرة بيبقوا كده يا حبيبتي. ولا يعني تخش تروح الفاضيه ما اعرفش فيها حاجه. هتوحشني يا حبيبي. حياتك ما تقولهاش بحنيه قوي لحسن ارجع في كلامي واقعد تاني. ها؟ وانت بتعمل روح في شربه ميه. طب ما تتاخرش عليا. لا وده معقول؟ اخر عليك زي ايه؟ انا حكيت في القضيه كلمتين وجاي على هنا على طول. هدفع حسابه له جامده ونطلع على بيت والدتي. عشان نقضي بقيت عمرنا في عسل ان شاء الله. يا حبيبي لما ترجع مش هتلاقيني، لكن هتلاقي شنطتين. هاتهم وحصلي. انت هتسبقيني على بيت والدتي؟ بصراحة احنا مش هنسكن عند والدتي. نعم. اوعي تكوني عاملة حسابك اللي احنا هنقعد عند والدتك. احنا مش هنسكن لا عند مامتي ولا عند مامتك. امال هنسكن فين؟ في رصيف نمرة 5 بتاع فريد شوقي. من غير هزار منفرد. هزار ايه بس؟ احنا مش اتفقنا انا وانت قبل الجواز ان احنا مش هيكون لينا شقه خاصه لوحدينا علشان انا ما عنديش فلوس ادفع مقدم ايجار او خليه رجل. حصل. طب لما هو حصل بتطلع عائله وترجعي في كلامك تاني ليه؟ حبيبي بالهداوه من فضلك ولعلمك انا لا رجعت في كلامي ولا انت هتدفع مقدم ولا خليه والشقه جاهزه. الشقه جاهزه؟ ايوه بس انا كنت عايزه اخليها لك مفاجاه. بتتكلمي جد؟ طبعا شقه محترمه مفروشه. انت قلتي مفروشه؟ ايوه. يا نهار اسود، انت عارفه مفروشه يعني ايه؟ يعني فيها عفش يا حبيبي. يا خرب بيتك يا احمد يا نافع يا ابوري، انا قد شقق المفروشه. اهدى بس وصلي على النبي. ده انت لو بعتيني انا والقضاء اللي عندي على باب المحكمه ما اجيبش اجره يومين في شقه مفروشه. قول لي بالصلاه على النبي، انت عندك استعداد تدفع كام في الشهر في شقه فاضيه؟ 180 قرش يعني 190 جنيه 25 جنيه. خلاص هو ده اللي هتدفعه. ليه؟ انت اجرتها من واحد 15 مجانين؟ ابدا، ده راجل طيب وعاقل. شقه مفروشه 25 جنيه؟ ده بير السلم بيتأجر اكتر من كده الايام دي. بقول لك صدقني شقه مفروشه لوكس وفيها توصيل التليفون كمان. نوال انا حاسس انك انت بتدبسيني زي ما حصل يوم الشبكه. انا حصل مني حاجه يوم الشبكه يا حبيبي؟ ايوه مش قاعد تقولي شبكه ايه يا حبيبي؟ ولا يكون عندك هم، حاجه رمزيه نجيبها. ولما جينا للجد روحنا للسايخ رحت هبد عليك ب 500 جنيه. اخسى عليك، ايه اللي بتقوله ده؟ انت مستخسر فيا شويه ذهب ب 500 جنيه؟ يا ولد يا حبيبتي انا عمري كله فداك، بس انت عارفه تجيله غطاء. انا علشان اعمل فرح ونيجي نقعد اسبوع هنا
بعت عربيه ابويا الله يرحمه. اي نعم كانت مليان دركسيون وملهاش عادل ولا كاوتش، انما هي جابت حاجه برضه. معلش بكره تيجي لك قضايا كتير وتختني، ومن حسن حظك الناس زمامها باظت والبلاوي كترت، يعني اطمن رزقك هيزيد. نوال وبعدين احنا مش عايزين نتكلم دلوقتي، خليك فاكر احنا وقفنا لحد فين وبعدين نكمل. ايوه بس هتتاخر على القضيه. قضيه ايه؟ القضيه اللي كلمك عنها ابراهيم افندي. يا نهار اسود القضيه. مش هتكمل الفطار؟ فطار مين؟ القضيه هتروح. انت بتعملي ايه؟ جايه اودعك. انت بتدعي لي بالهدوم دي ما صحش. ما دام انت مقتنع ان انا كويسه ولا يهمك كلام الناس. ناس ايه؟ كلام الناس يشوفوني بطريقه دي بقى. حاجة ايه ده كلام ما تصحش كده؟ ايش اللي صح فوق؟ طب اقول ايه؟ بعدين يلا يلا يا اسطى. وصل ايه؟ يلا يا سعاد بالبيت يا سيدي. بتبص على ايه انت وهو؟ يلا يا سيدي. بعدين ده ايه؟ ده لو ما كانش دلوقتي ما ينفعش. احمد حبيبي. نعم. نعم ايه بس؟ بتقول احمد حبيبي؟ انت اسمك احمد حبيبي؟ لا. لما هو لا قلت له نعم ليه؟ نعم ليه؟ انت احمد حبيبي؟ لا. طب بتقول لا ليه؟ تقدر تقول لي ازاي هتيجي على الشقه وانت مش عارف عنوانها؟ هات دوس يا سعاده الباشا، الراجل زمانه شرقوه في المحكمه. تخلص القضيه يا حبيبي وتيجي على طول. طب اتفضلي بقى على فوق، ويا كذبه ليكي في وشي تاني. يا سيدي خلاص، يلا يا عم، يلا يا سيدي. عبد الشافي فيومي، ممكن نتصاحب؟ لا يا عبد الشافي، لا يا عبد الشافي يا فيومي مش ممكن نتصاحب. قلت ايه بقى؟ خسارة. أعوذ بالله، أول ما شاف مراتي عايز يصاحبني. عاجبك كده يا إبراهيم أفندي؟ طمن يا معلم، جاي بإذن الله، جاي بإذن الله. الواد أخويا هيروح عوانطة يا إبراهيم أفندي. يا معلم تماسك الله، دي لعبتي أنا بقى. من فضلك أنت سيبني في حالي، مش ناقصك. أنا بس عايز أسأل الأسانسير شغال ولا لأ؟ ولو كان شغال كان يبقى ده حالي ومنظري. لا انا مش عايز فلوس، انا مش عايز فلوس، بس انا سايق عليك النبي لو التليفون ده عطل ما تبعتوليش. الراجل صحيت على قدي، عندي عيال عايز اربيهم. بكره صاحبي البيت يصلح الاسانسير. صلح؟ بتصدقي الكلام ده برضو؟ الاسانسير بتاعك ده ما بيشتغلش الا في العطلات الرسميه. انا عارف البيت ده كويس قوي، عارف صاحبه كويس قوي قوي. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالنا بالشقه. الله شباب وما يصحش كده. يلا قوم. قوم.
زعلتك زعلتك في حاجة؟ طبعا لا. حد قال لك ان انا عندي حاجة عليها القيمة هتورثيها من بعديها؟ برضو لا. امال عايزة تخلص عليا وتموتيني بدري ليه؟ اخفى عليك، ازاي تتهمني اتهام زي ده؟ انت فاهم يعني ان ما عنديش محامي يترافع عني؟ يا حبيبتي المحامي اللي انت قصدك عليه ده بعد اسبوع واحد في الشقة هنا مش هيبقى في حالة رفع ولا اللازم منه. ما تكبرهاش بس امال. فيها ايه يعني لو كنا سكننا عند والدتي زي ما اتفقنا من الاول؟ حبيبي انا قريت في كتاب ان اهم حاجة بتوصل لمرحلة الطلاق ان العرايس يسكنوا في بيت اهاليهم او يبتدوا حياتهم في بيت اهاليهم. الكلام بيكتر، امك قالت، لا امك انت اللي قالت، ويبصوا يلاقي نفسهم عند المأذون. اكيد اللي كتب الكلام ده ما سكنش فوق السطوح. اكيد يعني. اول مرة يرن في بيتنا يا حبيبي. الو؟ ايوه يا حاج. كده؟ طب معلش ولا يهمك، مع السلامة. ايه في ايه؟ لا ابدا يا حبيبي مفيش حاجة مهمة. ده صاحب البيت بيبارك لنا وبيتأسف انه مش هيقدر يبعت اوضة النوم النهاردة. امال هننام على الأرض؟ وايه يعني؟ منها نشأنا وإليها نعود، وبعدين دي هتبقى ذكريات هنفتكرها في المستقبل ونضحك عليها. مش هنلحق نفتكر، لأننا هنكون انتقلنا للرفيق الأعلى بسبب الروماتيزم اللي موجود في الشقة. روماتيزم ايه كفر الشر يا حبيبي؟ يعني ما انت شايف الازاز المكسور؟ ده غير الهوا اللي هيلعب من تحت اللباس. ده الجو جميل قوي يا حبيبي الليله دي. جميل ايه ده احنا في يناير يا ست هاني. ما تخافش، انا سمعت النشره الجويه بنفسي في الراديو، وبيقولوا ان الجو النهارده دافئ ممتع خالي من الرياح. وبتصدقي كلامهم برضه؟